أعتقد مرة أخرى تفاؤليا حتى أخذ الجهة الأخرى بأن هؤلاء الحكام الذين وصفناهم في المئة سنة الأخيرة وصلوا إلى درجة أفضل بكثير من الوعي مما كانت عليه الحال قبل مئة سنة ومن القدرات ومن غيره، وبالتالي أصبحوا الآن قفوهم إنهم مسؤولون، هم مسؤولون أكثر وأكثر لأنهم الآن يمتلكون الإرادة والقدرة، وإنما الذي يتحكم بهؤلاء الحكام ويتحكمون بنا هي مصالحهم الذاتية أفرادا وتجمعات وشلل ومجموعات ودول عميقة وإلى آخره. صحيح هنالك دور خارجي ودول إقليمي خارجي ودولي خارجي وغيره، لكن في النهاية الذي يتحكم بهذه المنطقة هي زعماؤنا حكامنا قادتنا. فأنا أوجه لهم الكلام منذ سنوات طويلة وأعيده وأكرره بأنه اسعوا إلى مصلحتكم الذاتية والتي لا أراها إلا هي مع شعوبكم، واطرحوا بدائل عملية ومواقف حقيقية، واطرحوا على الأقل خارطة الطريق تقنع الناس بأنكم جادون في معالجة أمورهم الداخلية والإقليمية والدولية ومناعتهم وكرم. لا أحد الآن يطالب من وجهة نظري بحلول سحرية بكبسة واحدة يتحد العالم العربي، بكبسة واحدة نصبح ديمقراطيات رقم واحد في العالم، بكبسة واحدة الجنيه وكل العملات ممتازة، الاقتصاد ممتاز، التحالف. لا أحد يعني لا نستطيع أن نفكر بهذه الطريقة، لكن بإمكان هؤلاء القادة والزعماء والحكام، ولا زلت أنا أعول على بعض منهم أو عليهم أو على عقل عندهم إن لم يكن هناك لا سمح الله خلق أو ضمير أو غيره، لا أشتم أحدا، أنا أتكلم عن ما تفكر به الناس. أعتقد أن لديهم عقول يستطيعوا أن يحسبوا، فأنا أقول لا تراهنوا كثيرا على أن الزمن معكم. فالربيع العربي رغم انكساره والثورات المضادة لا يعني أنه حالة الولادة الوحيدة والمخاض الوحيد، فهذه أمة يعني ولادة، فالأحرى أن ننضج جميعا شعوبا وحركات وتيارات وتجمعات وصفتها، وأيضا أن تنمو أنتم وتنضجوا وتكبروا أيها الحكام والزعماء، وأن تقدموا مصالحكم بطريقة صحيحة تربطوها ببلدانكم وشعوبكم وبالاستناد إليكم وبالتدريج وبالعقل وإلى آخره. أنا شخصيا وصلت بعد هذا العمر والنضج وغيره، قد يعتبر البعض بأنني يعني ذهب مني يعني جذوة الشباب والتحمس العالي جدا، أقول بأننا لا نريد أن ننازعكم أيها الحكام لا على سلاطينكم ولا على يعني، لكن بالعقل وبالعدل ويقدم شيئا لكم ولشعوبكم ومنطقتكم. أما الذي يحدث من أمور كارثية في ملفات خطرة جدا في بلداننا التي تمزقت تمزقا شديدا في سوريا وفي لبنان وفي ليبيا وفي غيرها، والأمور الخطرة جدا في المياه وفي الممرات وفي القنوات وفي السدود وفي الطاقة وفي الغاز وغيره، يعني كل عناصر القوة التي تسعون إليها هي تضيع بسبب الحسابات الخاطئة وقصيرة الأمد والصراعات والتنازعات والمحاور وإلى آخره إلى آخره. وبالتالي بالخلاصة أقول لحكامنا اصحوا، استيقظوا، أعيدوا الكرة، شعوبكم وفية، شعوبكم مضحية، شعوبكم تقف وراءكم، ولكن على الأقل كونوا صريحين واضحين، تقدموا بخارطة عمل، قولوا هكذا سوف نبني المستقبل، افتحوا الأجواء، افتحوا الحرية بالتدريج وبالعقل، لأنني أنا لست مع الدفاعات أيضا التيارات والحركات والتجمعات بأنه نستمر في مناكفة الحكام، لأن هذا هو النفس الطويل والطريق. أعتقد لابد أن نصل إلى نقطة أيضا أن ندرك الواقع ونجد يعني كلمة سواء كما ندعوها إلى غيرنا من غير المسلمين، نريد كلمة سواء بيننا في مجتمعاتنا وبين الشعوب والحكام والتيارات وإلى آخره، وهذه تحتاج إلى رجاحة عقل وخطاب أخير. أليس فينا رجل رشيد؟ أليس في الحكومات والحكام والتيارات والشعوب والمفكرين والنخب رشيدون يجلسون يقدمون ينظرون يضعون الأسس؟ لازلت أعول على ذلك، وأعتقد أن الخير قادم رغم المرارة الشديدة جدا التي نمر فيها. نعم. نرجو أن ينصتوا لهذه الوصية الحكيمة الواقعية السياسية. ختاما بعد هذه الوجبة التحليلية الدسمة، الموقف الأمريكي الذي يعبر عنه فيتو البلطجة في ذكرى افتتاح المقر الحالي للأمم المتحدة، الفيتو حكر واحتكار، إذا كان احتكار التجارة محرم قانونا وشرعا فاحتكار السياسة أيضا فيه قاف تحل محل الكاف، فيه احتقار للشعوب ولأغلبية المصوتين حيث تحتكر أمريكا أو غيرها.
نقض الإجماع الدولي. الموقف الأمريكي لم يراوح مكانه رغم أن هناك وفد من الموقف من الكونغرس ذهب إلى معبر رفح المغلق بأبطال الانقلاب في مصر، ذهب أعضاء الكونغرس لمتابعة المعبر، وهم الذين يصوتون في مجلس الأمن على استمرار الحرب، فما معنى ذهابهم إلى المعبر؟ والآن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول لا توجد أي مؤشرات على أن تل أبيب تستهدف الصحفيين بعد 112 شهيدا صحفيا. الموقف الأمريكي كيف تراه سعادة الأستاذ؟ الموقف الأمريكي بصفتها القطب الأكبر وزعيمة العالم وزعيمة ما يسمى العالم الحر والديمقراطيات والتنظير الغربي للبشرية الذي بدأوه من عصر التنوير والنهضة وغيره وختموه ما بعد الاستعمار بأنهم تعلموا التجارب ويريدوا أن ينشئوا يعني تعاونيات. وعفوا للمقاطعة، الآن العاجل على شريط القناة يقول أن البيت الأبيض يقول لا نؤيد وقفا سريعا لإطلاق النار. نعم، هذا الموقف الأمريكي في ورطة كبيرة جدا 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 جدا، والذين هم في ورطة هم النخبة الحاكمة في أمريكا، من يقودون ويحكمون، ومن الحزبين وفي المؤسسات المختلفة الحاكمة والدولة العميقة إلى آخره. لكن الشعب الأمريكي هو شعب كبقية الشعوب، يتصرف على فطرته وبإنسانيته وبحكمته وبعقله عندما تصله المعلومة والحقائق. وهنا يأتي دور الإعلام الذي في كثير من جوانبه في أمريكا لا زال إعلاما متحكما فيه، مضللا منحازا إلى آخره. لكن هنالك الكثير من الإعلام، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك ديمقراطية في الإعلام وفي المعلومة وفي وصولها، وقدرات للأفراد بأن يبشروا وينشروا ويناقشوا إلى آخره. وبالتالي الذي هو في ورطة هو من يتحكم ويقرر لأمريكا، وهم في عدة ورطات، واحد كقائد للعالم، ثانيا كقوة مهيمنة في العالم، ثالثا كتحالفات ومحاور، رابعا كمصالح استراتيجية كبرى لأمريكا. فهم كانوا منصرفين بقوة منذ عقدين على الأقل في التركيز على الصين ومنافستها ومتابعتها لأبعد الحدود والحد من قوتها الاقتصادية والتكنولوجية ثم العسكرية ثم انتشارها في العالم وطرق التجارة وغيرها. فإذا بهم ينفتح لهم بوابة روسيا وأوكرانيا، وثم جاءت غزة. وبالتالي حتى بالحسابات العسكرية والاقتصادية والقدرات والتحمل هنالك ورطات كبيرة جدا جدا جدا. وبالتالي أمريكا التي تقول كانت أنها تنسحب من العراق وأفغانستان ولا تريد التدخل، هي عادت بطريقة أخرى عن طريق وكيلتها أو قاعدتها إسرائيل إلى آخره وقواعدها المنتشرة في المنطقة. باختصار شديد، الموقف الأمريكي في منعطف خطر جدا في لحظة تاريخية فارقة. أنا شخصيا متفائل بأنه سوف يتغير لما كنت أتكلم به منذ عقود، بأنه عندما تصل الحقيقة للشعب الأمريكي وعندما يستشعر الأمريكيون حتى نخبهم وحكامهم بأنهم ليس في مصلحتهم الاستمرار في هذه السياسات لأنها تضر بمصالح أمريكا الشاملة والكبرى في العالم كله وفي الداخل، وأيضا تضر حتى بمصالحهم هم كمتنفذين وغيره، فقد يأتي يوم يشعر الأمريكيون بأن إسرائيل انتهت صلاحيتها، لم يعد بمقدورها أن تقدم ما تقدمه إلى آخره. لكن حتى الآن الذي يجري أن من يقودون لا زالوا يشعروا بأنه لابد من يعني الدفاع المستميت عن هذه القاعدة الغربية الأمريكية المتقدمة التي تسمى إسرائيل، ويعطوها كل الأسماء التي يريدون، واحة الديمقراطية والمظلومة والتي يعني يتكاثر عليها الكثيرون، قصة يعني ازدواجيات عمياء جدا. لكن باختصار، أمريكا لن تستمر على ما هي عليه بفعل الوعي، بفعل الضغط الشعبي، بفعل تنافساتهم الحزبية والانتخابية وغيره وغيره. أنا لا أدعو لانتظار التغيرات الداخلية لكي تتحرك دول وحكام وشعوب المنطقة لإعادة حساباتها، وأرى بعض الدول وبعض الزعماء يحاولون ويناورون، لكن الأصل أن يكون ذلك استراتيجيات حقيقية، لأن أمريكا لن تستمر بهذا الزخم في هذه المنطقة بهذه الطريقة. هم الآن دفاع مستميت عن إسرائيل، يحاولون إنقاذها من نفسها ومن طغيانها ومن غرورها ومن غطرستها. هل ينجحون أم لا؟
هل يصمدون كثيرا أم لا؟ هذه كلها تفاصيل كثيرة لا يتسع المجال الآن، لأنها تحتاج من الساعات حقيقة من الشرح والتفصيل للإضاءة عليها. لكن كل ذلك يعتمد أولا وأخيرا بعد أقدار الله الحسنة إن شاء الله أن يصمد الشعب الفلسطيني، ألا تحصل نكبة أخرى ويخرج الغزيون من غزة تحت ما يسمى التهجير الطوعي، وهو قسري في كل الأحوال. سنوات قد يرى الشعب الغزي حالة من الضغط الشديد جدا، وهذه تبقى اليد العليا لإسرائيل ولأمريكا وغيره لابتزاز غزة وقيادتها والمنطقة وإلى آخره. يعني لا زالت أمريكا تتحكم، لكن هل هذا التحكم سيأتي لها بالخير على المستوى المتوسط والبعيد إذا استمرت بهذه الطريقة الخاطئة الظالمة؟ أعتقد أنه سيضرها. ولعله نداء آخر أوجهه لأمريكا ونخبها ودولها العميقة بأن أيضا استيقظوا وأعيدوا الحسابات وطبقوا ما هو مكتوب في دساتيركم وقيمكم وأمثلتكم، ولا تجعلوه فقط حصرا على الإنسان الغربي أو الإنسان الأبيض أو إلى آخره، وإنما أشيعوا حقيقة الأمن والاستقرار والعدل وإلى آخره في كل مكان. وأول منطقة تثبتون فيها جداراتكم بأن تكونوا قيادة للعالم وأصحاب النفوذ في منطقة الشرق الأوسط الذي تستمتون في عدم خسرانه لقوة أخرى، أو أكبر مثال هو أن تنصفوا الشعب الفلسطيني وتقدموا حلولا حقيقية وليست التفاف على الحقائق والواقع ومحاولة يعني أخذ الأمور كلها في النهاية لتصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي. كفانا احتلالا، كفانا عدم استقرارا، على أمريكا أيضا أن تتعلم من هذه الدروس، لعلنا فعلا نصبح واحة خضراء للاستقرار يعيش الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهود وكل الأعراق وكل وأكراد وأمازيغ وعربا وكل، نعيش باحترام، نعيش بكرامة، نعيش بإنسانية مثلنا مثل باقي الآخرين، كما أرادنا الله في هذه الأرض نعمرها نخلفها جميعا بغض النظر عن أدياننا، فهي لكل البشرية بالرحمة والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.